لهذه السلطة رسائلها. لو نحاول نفهم الرسالة التي يريد أو أراد إيصالها نظام السعيد من خلال طريقة التعامل والتشفي التي ينتهجها في وضعية البحيري وسرعة المحاكمة والزج العميد الكيلاني في السجن. على ما يبدو قراءة بسيطة الرسالة واضحة، نعلم أن قيس سعيد يريد أن يبسط سلطته ويريد أن يرهب معارضيه وخصومه. تذكر جيدا سيدي الكريم أن البيجي قايد السبسي أثناء توليه الحكم صار خلاف بينه وبين مواطن اللي هو عماد دغيش حينها، ولما كنا في دولة قانون ودولة حريات قام التشكي لدى القضاء العدلي وأنصف فيها المواطن ضد رئيس الجمهورية. تلك كانت دولة القانون ودولة يسود فيها الدستور ومؤسساتها، في حين أن توا ولينا نعيش في دولة اللا قانون، ولينا دولة نعيش في دولة قيس سعيد، دولة يريد فيها قيس سعيد أن يحكم فيها بمحض إرادته متكئا في ذلك على سلطة الإدارة الداخلية وسلطة القضاء العسكري. أغلق البرلمان بالدبابة، زج بالنواب وبمعارضيه أمام القضاء العسكري وهو قضاء الاستئناف خالفة صريحة لكل المواثيق لكل قوانين مدنيين يقاضون ويقع تتبعهم أمام القضاء العسكري. مؤسسة استشفائية يقع محاصرتها بعوامل الداخلية، إقامات جبرية دون سند قانوني ودون احترام لكل الإجراءات، قضية لخصوم سياسيين بعينهم، خصوم جاءوا بعد الثورة، خصوم يؤمنون بالقانون، يؤمنون بدستور 2014، يؤمنون بالثورة. إذا قيس سعيد جاء ليرسل رسائل واضحة أن لا صوت يعلو على صوت السلاح سواء كان سلاح الداخلية أو سلاح العسكر. تجدها دولة، لا دولة قانون، لا دولة دستور، لا دولة مؤسسات، يريدها دولة سلاح، يريدها دولة بطش، يريدها دولة استبدال بكل المفاهيم، يريدها دولة دون معارضة، دون مؤسسات منتخبة، يريدها دولة التعيينات، دولة الأوامر، دولة التعليمات، لا دولة القانون. رسائل المنقلب رسائل واضحة أنه لا، خرجنا من دولة القانون إلى دولة قيس سعيد، إلى دولة البطل، إلى دولة البوليس والعسكر. هذه هي الرسالة التي أراد أن يوصل بها قيس سعيد للشعب طريق حكمه ومستقبل ما ينتظر الشعب التونسي، فقط عن طريق إصداره لبطاقات الإيداع وتسرعه في ذلك، خاصة تسرعه في إصدار العميد عبد الرزاق الثاني. لا يكفي أنه تسرع، لا يكفي إحالته على القضاء العسكري غير مختص، بل أنه أراد أن يرسل رسالة للمحاماة. تعلم سيد كريم تاريخ المحاماة في تونس، هو تاريخ النظام، هو تاريخ المقاومة، هو تاريخ الدفاع عن المظلومين، هو تاريخ الدفاع عن مؤسسات الدولة، هو تاريخ الدفاع عن القانون. بالتالي حين انقسمت المحاماة في الوقت الراهن للأسف بسبب الاختلافات الإيديولوجية وبسبب الحسابات الحزبية الضيقة وبسبب المطامع الشخصية، انتهز العميد عبد الرزاق الكيلاني إلى تاريخ المحاماة الشريف، تاريخ المحاماة المناضلة، تاريخ الحقوق، تاريخ الحريات. نعم. وهذا تاريخ المحاماة ككل. لما انحاز العميد وانحاز طيف كبير من المحامين لشق العميد عبد الرزاق الكيلاني واصطفى اصطفاف الحق ضد اصطفاف السلطة، أراد أن يرهب هذا الشق، أراد أن يركع المحاماة، أراد أن يرسل برسائل أنكم لستم في مأمن وأن تاريخكم قد انتهى وسأدوس عليه تحت أقدامي. هذه الرسالة وصلت للمحاماة، المحاماة لن تصمت، محاماة دامت شامخة وستظل شامخة رغم الهنات ورغم الانتكاسات. عمرها ما كانت المحاماة محاماة السلطة، محاماة دائما كامنة. واضح أستاذة فوزية، الرسالة واضحة وصلت.